السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الجوافة؟ تعتبر فاكهة الجوافة من الفواكه الأكثر شيوعاً والتي يفضلها العديد من الأشخاص، كما إنها تتميز بأسعارها المعقولة والمنخفضة. وأصبحت الجوافة ذات شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة. فمن أهم فوائد الجوافة تنظم سكر الدم. يمكن لمضادات الأكسدة القوية والألياف الموجودة في الجوافة أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما إن أوراق الجوافة قد تحسن مقاومة الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل. تدعم صحة القلب. تعمل الجوافة على تعزيز صحة القلب بعدة طرق. المحتوي العالي من مضادات الأكسدة يحمي القلب من أضرار الجذور الحرة، وتوفر الجوافة أيضا البوتاسيوم والألياف مع خفض نسبة الكوليسترول الضار وضغط الدم. تحسن الهضم. تعمل الجوافة على تعزيز الهضم الصحي وحركة الأمعاء، كما تساعد الألياف على تخفيف الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستخلص أوراق الجوافة له تأثيرات مضادة للميكروبات، تقضي على بكتيريا الأمعاء السيئة التي تسبب الإسهال، وهذا يحسن صحة الأمعاء والهضم. تناول الجوافة يساعد على فقدان الوزن. تحتوي ثمرة الجوافة على 37 سعر حراري، مما يجعلها وجبة خفيفة لذيذة ومنخفضة السعرات الحرارية بين الوجبات، لأن محتواها العالي من الألياف يجعلك تشعر بالشبع ويحد من الرغبة الشديدة. لذلك يمكن أن تتناسب الجوافة مع أي خطة لإنقاص الوزن دون فقدان العناصر الغذائية الأساسية. تعزز المناعة. توفر الجوافة أكثر من ضعفي الكمية الموصى بتناولها يوميا من فيتامين سي المعزز للمناعة، ويساعد هذا الفيتامين جسمك على إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى. تناول الجوافة بانتظام يحمي من النقص، مما يضمن جهاز مناعة قوي. تفيد البشرة. مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة تحمي بشرتك من الأكسدة التي تسرع الشيخوخة. فوائد أوراق الجوافة. فإن فوائد الجوافة لا تقتصر على ثمارها اللذيذة فقط، بل امتدت للأوراق. فإن من أهم فوائد أوراق الجوافة الحد من الإسهال، كما تعمل على تخفيف الآلام من منطقة البطن والتقليل من كمية الفضلات السائلة وتسريع عملية الشفاء. كما يعمل مشروب ورق الجوافة على المساهمة في خفض الكوليسترول ويسيطر على مستويات السكر في الدم، كما يعمل أيضا على تخفيف الوزن. يساهم مشروب ورق الجوافة في محاربة السرطان وتحسين جودة النوم ويقوي جهاز المناعة، كما يعمل على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي ويساهم في إيقاف آلام الأسنان. يساعد أيضا في علاج السعال ونزلات البرد وعلاج الكحة والتخفيف من حدة أعراض نزلات البرد والتخفيف من تراكم البلغم. فوائد أوراق الجوافة الجمالية إنها تخلص البشرة من حب الشباب وتحسن مظهر البشرة وتمنع تساقط الشعر. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.